الكباب الديري هو الأكلة الشعبية التي تتميز بها دير الزور وريفها عن بقية المحافظات السورية، وقد ورث الأبناء تحضير هذه الأكلة عن آبائهم وأجدادهم. أصل كلمة كباب يعود إلى كلمة كبابو، وهي كلمة آرامية سورية، ويقصد بها الحرق أو التفحيم. احنا بالنسبة لكباب الدير احنا النبي تاريخي، انا اخوي من الأربعين بي، انا سلمت منه بالسبعين 1970 لغاية 1978 طلعت على بغداد، اشتغلت ببغداد لحد ما صار بي مشاكل بالعراق، طلعت من بغداد على الكويت من 21 من 91 لل 21، والحمد لله يعني انه ناجحين بشغلنا وان زبوننا وان تاريخنا وان اكلنا. طلعنا على المدينه المنوره انا وولدي، فتحنا بالمدينه المنوره اكثر من سلسله مطاعم، ندير اداره 12 جنسيه 220 عامل والحمد لله. بس جينا على وطننا لان الطير ايش ما عله مرجوع على الارض، واحنا سورية هي امنا وهي ابونا وهي وطننا. الكباب الديري يتميز خارج القطر وداخل القطر. احنا طلعنا على المدينة المنورة، فتحت سلسلة مطاعم، انا كنت مدير سلسلة مطاعم، والحمد لله فضل من الله تميزنا، حتى امير المنطقة والضيوف الزباين عندي يعني الحمد لله. وهون بالشام اهل الشام ما انه ما اكلة غريبة عليهم، بالعكس عجبهم فيها ومميزة كثير بالشام يعني. يتميز الكباب الديري عن غيره بنكهة اللحم القوية، حيث يتكون من اللحم والملح مع القليل من البصل، ويتم فرم المكونات على السيخ وليس على ماكينة الفرم الآلية، ما يعطيه لذة أكثر في التذوق ويجعلك تعتاد على طلب هذه الوجبة باستمرار. بالنسبة للكباب الديري يعتبر هو الأول بالنسبة للمنطقة الشرقية كامل. أي احنا كبابنا يعني الحمد لله له مميزة لأنه اللحم تازة، ونثرم قدام زبون وعصيخ خبز حار مع المقبلات. أنا مقترب من الكويت وجاي هون سياحة على سوريا، والأكل أنا جربته قبل هالمرة، الأكل تبعهم يعني ما شاء الله كويس كتير كتير. كباب الديري أول شغلة أنه تجي اللحمة تبعته مضبوطة تمام، والشغل تبعه مضبوط يعني. دائما الأكلات السورية من أشهر المأكولات يعني، والطبخ السوري كتير معروف جدا يعني، فحبينا وأنا مع رفيقي اللي في هون كباب ديري، وهو صديقي من الدير، وهو طبق كتير شهي يعني وظريف من الأكلات المشهورة بالدير، فحبينا نجرب هون بالمطعم لأنه كتير مشهور يعني، فحبينا ندوق ونجرب الأكلة. الكباب الديري لاقى رواجا وإقبالا كبيرين في الفترة الماضية، ليس فقط داخل سوريا بعد انتشار عدة مطاعم تقدم هذا الصنف، بل وصلت شهرته لبعض الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والسودان، ويطلقون عليه الكباب السوري، كما أصبحت المطاعم المختصة بتقديمه قبلة للكثيرين من الذين يحبون هذا الصنف في دول أوروبا كألمانيا وتركيا والسويد والنمسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مصلحتي هذا باب رزقي، وعامل علمت حتى أولادي فيها، أولاد أولادي فيها، لأنه رزقي هذا والحمد لله. اللي يشتغل أبو سعد ابني، وهذا ابنه يشتغل، وهذا الثاني ابنه، يعني المصلحة الحمد لله أنا مشتغلينها وإن اسمنا. من الطفل وأنا فيها أخذنا أبن عن جد يعني المصلحة، والله شيء مرتب شيء طيب طيب يعني، مو مجامل يعني شيء طيب، اللي بتمنى حدا يجي ويجري. والله منجع المطعم انه في نظافة وفي خدمة، والحمد لله الأكل طيب وآية الرزق إن شاء الله، الله هيك يبارك لهم فيه يا رب. دائما بقول لبابا إنه يجي ياخذنا لهون. للكباب الديري ميزة تفرد بها عن باقي الأطعمة، كونه يناسب جميع الأعمار من الكبير للصغير، وله أنواع عديدة، منها كباب الباذنجان وكباب الكمأة وكباب الدقة.